خلاص شو ارحم الشهداء. هيا اخرج اسبك تاشك اخرج. شتو واش دار فيك الجوع؟ عندك زهر استعرفوا بك. هيا ديك اللاويت عند صحابك. يعني خوك جزائري كيما انت نحن عليك. شكون؟ سي مصطفى. سي مصطفى. بلعقل. الخوة عاونونا. شكرا بلعقل. بالعقل بالسياس بالسياس طاهر جبنا شوية ما جب هذا بشوية هذا شوية بالعقل برك قاعدوني بالعقل برك بالعقل صحيح مصطفى لاباس عليك. سي العفقي هاك سكر. شو مخلص السكر في العين. شو مصطفى. دكتور بدا نص. خمسة خمسة ونص. في كل وقت. الأساس الأساس. شفت راسي يا مصطفى. قالوا لي فيها خبر كبير على الجزائر. جبتو دبرتو لو جروب دو موندونغ ريوسي انترودوير لا كيستيون الجيريان دوفون لونيو. بوندونغ وش هو البوندونغ هذا؟ بوندونغ هي المؤتمر الاول لدول عدم الانحياز. بعد نفهم يا جماعه الاخبار راهي مليحه والنصر راهو حليفنا باذن الله ان شاء الله. النصر احنا رانا كاع في الحبس وحاكمين علينا بالاعدام واش من نصر يا سي رشيد ولا متنا نموت شهداء ورانا رابحين دنيا واخره. الحبس ماهوش المصير المحتوم تاعنا ما نرشوش هنا لازم نخمو في حل كيف نخرج من هنا ان شاء الله ان شاء الله. زعما نقدروا نخمو مع بعضنا ونتكلوا على ربي. الدنيا سي مصطفى
قادرين نهربوا من هذه الحبسه؟ شيء مستحيل. ثوار يا سي الاخضر ما يعرفوش المستحيل. شفت الغرفه هذيك؟ نعرفها. يظهر لي مستودع. هاي ولا غرفتنا بالضبط. ما فيهاش العساس. واحد ما وجهنا يا سي مصطفى. عساس. عايفة. اجمع عليك ملاح. ملاح. قلت له ابو حمد باش يجي وما دوك يجي. توا ملاح. كان مسودع فارغ. امين. مول الغرفة تاعنا بالضبط. وين يرقد نسيب؟ واحد 703 هكاك واحد 6 ولا 7 قولي واش كاين مغاد الحيط؟ والله ما على بالي يا سي مصطفى. هذا غادي تكون بيناتنا أكيد. خلينا نشوفوا العيفة تانيك. تبدا يا جماعه. روح لي قربوا لي يا جماعه. المعلومات اللي تحصلنا عليها راهي مفيده بزاف وتسمح لنا باش ننفذوا الخطه اللي تفاهمنا عليها. تبعوني. رزقي تولى. كان نقدروا نحيوا الحجر هذا نديروا تحته نفق. الحفير سهل بصح باش. على كل حال احنا 200 200 ولا قعدنا هنا راح ينفذوا فينا حكم الاعدام وما عندنا حتى حل واحد اخر الا نديروا هذه المحاوله. وهدو الكل اللي رمانا على بالهم. نصيب بلاصتك قول لي من هي. حاضر سي مصطفى. حاضر سي مصطفى. الله يديرنا ونرجع لك. يا جماعة رزقي قررنا باش نخرجوا من هنا. نخرجوا من هنا وكيفاش نخرجوا؟ كيفاش نقدروا نخرجوا من هنا يا سي مصطفى؟ ما نفهمكم. عمرو ما خرج واحد من هنا يا سي مصطفى. سي مصطفى نقدروا نخرجوا من هنا. كاين طريقة. بركة ما تخرط علينا انت. حاجة أعطي النسخة. صحيت. بصح تعهدوني حتى كلمة ما تخرج من هنا. أنا ما بروحش سي مصطفى. باللي شارك باللي ما شاركش. يا جماعة كل واحد Thank you.
بدليك بدليك. حي الشمال يا شباب، حي الشمال افريقي، حي الشمال يا شباب، حي الشمال افريقي، حي الشمال، قوموا للحزب الوطني يا شباب، حي الشمال، حي الشمال، حي الشمال، حي الشمال افريقي، حي الشمال، حي الشمال يا شباب، حي الشمال افريقي، حي الشمال، قوموا للحزب الوطني يا شباب، حي الشمال. لا 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 أمين، أروح. تقدر تحرك هذا؟ نجرب. بسم الله. لا صح. هيجي هيجي. لا خل. عاوطة ما تشوف أنا صحيح. زيد زيد صحيح. نديروا لها جوان صح. خاف يبقى بعيد. لا لا شوف، نديروا له شوية صابون. ماشي هكذاك القدر صابون ورماد. أيوة شوف زيكو الكلاش وخير بالكلاش شخد مات بعطاك.
تسقيع. تقدر ترفع فوق السجرة؟ شوف كيفاش كاين مول الحيط. Désolé, monsieur. Je suis monté récupérer le ballon. Allez, descends vite! Bon, chef. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hête. Hête, ouais, d'accord, mon ado. Qu'est-ce que j'ai hâte? La cour. On va rajouter le soir. L'eau et le sel. Vas-y, me garde un peu. السلام عليكم. لوين رايح؟ نعم بلاصتك لهيه. ما عليه خويا. هيا لي اسمع سمينوط. يا الاخضر مشري طاهر صبيري محمدي جمال حليه رزقي محمد عيفا. اليوم عندكم كورفي. هيا خفوا روحكم صح. شكون هاد اللي جابوه جديد؟ مانيش عارف. امين. ردوا بالكم مليح. جيب لي معلومات عليه. احتمال كبير يكون مدسوس من اداره السجن. فاهم؟ في الحاله هذه المشروع قاعد يتعطل. ما تخممش. دوك نجيبوا خبره. امين. روح دري. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. واش تاني خويا؟ البرد اليوم. برد الحال. ايه غطي روحك. واش سبك؟ عثمان قلت له انا. جابك اليوم؟ انا عمي. على واش؟ علاش خويا؟ على جل بلدنا. علاش يجيبوك؟ هذول الكلاب واش يجيبوك هكذاك برك ولا؟ واش تحب؟ احنا نقولوا تحية الجزائر وخلاص اخويا. بارك الله شنو يديروا؟ طبق وريا. ما عليه. هلا باش نشوف برك. ها؟ ريا. اسمع واش حكيته هذا؟ ما عجبنيش. ما فيش لما. والحكم تاعو؟ ماشي محكوم عليه بالإعدام. ما عندوش العلامة الحمراء على ظهره. لازم تحسوه. ما شكون يهدر. وشكون يتلاقى به. الداخل وبرا. سي مصطفى دعوة ضرمة. لازم ندبروا شوية زيت وفتيلة باش نشعلوها داخل الحفرة. رزقي
واش درت فيها؟ واش تخممت؟ على بالي بلي تقتلها. صحيت. أول خل. وابسي. تري بيان. الله يجو. طاهر. بغيت تعمل فيها. هذا في الحال نمبر 55. فيها بقى. الأخضر. هاكا خويا. ها هو الزيت والخل. البيض تاع. باش نسوي. تعالي تشوف. محمد. تري. صحيت. أنا سيد الحديد. قال مليح ماشي هكاك نقص الزيت انت ودي فتيلة هذه والله ما تشعل والله ما راهي شعلة قعدت هكذا اروح انت اخدم ريح ريح عبد الله ريح خلينا من يرحم ولدك ادي الفتيلة يا ولدي عفنا يرحم ولدك راه بعدنا راه بعدنا قلت لك ريح تحيد درك
أنا خاين أنا، ها؟ أنا خاين أنا، خاين أنا، ها؟ خاين أنا، خاين أنا، خاين أنا، خاين أنا، خاين أنا. دوك نوري لكم أنا خاين. شكون اللي يقول علي أنا خاين؟ علاش؟ هادي حقرة هادي، ها؟ هذا مصيبة، لازم نلقاو له حل في ساعة. ريح 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 مشكي. هدا نروحك هدا نروحك ريح. قلت لك ريح ريح. أمين أطلق رشيد ريح عثمان مصطمع ريح. داروني في حبس وأنا في حبس. ما تخافش ما تقلقش روحك ما تقلقش روحك. احنا لازم نتأكدوا بالك الإدارة تاع السجن هي اللي بعثتك. هذه أمور لازم تأكدوا منها. أروح تريح. خلي سي متفا يهضر معاه. أنا راك مع خوتك. تحيا الجزائر تحيا الجزائر. أنا جزائري أنا مانيش خبيت. يا جماعة قربوا لي تعب والجهد تاعنا جابوا نتيجة. الطريق راهي مفتوحة، قالنا غير ننظموا العملية تاع الخروج. خيط هربونا معكم سي مصطفى. يا جماعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه القاعة رانا 24، معظمنا محكوم عليه بالإعدام، واليوم بعون الله نخرج من هذا الجحيم. صح كاين مشكل الوقت، عندنا ما بين 3-4 دقائق بين 5 و5:30 تاع العشية وين يتبدلوا الحرس. زوج حوايج، الأولى الغلطة ماهيش مسموحة، والثانية ما نقدروش نخرجوا بكل ضربة واحدة. والحل في القرآن. قرعة علينا بكل، باللي شارك بالحفير باللي ما شاركش، وأنا معكم. لا يا سي مصطفى أنت ما تشاركش. بشير كيما أنا كيما أنتم. وش قلتوا؟ موافق. هل تكلوا على ربي؟ أربعة
23 11 17 14 12 21 سي مصطفى انا ما نقدرش خايف نعطلكم يا جماعة هذا هو الترتيب اللي نخرجوا به الأول الثاني الثالث حتى 24 ومن بعد صلاة المغرب نتكلوا على ربي الله أكبر إن شاء الله ربي يكون معنا فكرة يا عين عندك حراس ونحولهم سلاح وبخوني ببلاك علي نيفو علي فيت فات فيت Vous aussi, regagnez vos matelas là. Et que ça bouge. Regarde ta place. Allez, toi, regagnez vos places là. Prenez vos bactages et dehors. Allez, faites vite, faites vite, faites vite. Toi, 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 dehors. Dégage toi aussi. Dégage. Dehors. Vite. Allez, toi aussi. Dehors. Toi, dehors. Asib, t'sors. Et toi là-bas, bouge! Mais je ne peux pas, monsieur. Malade! Cassé! Marcher? Non! Malade! La tête! Alors crève! Sondage! السلام عليكم السلام سلام عليكم الله سبحانك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا المصير جمال مصطفى الحجرة أي اسمع أي 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 ربي معك إن شاء الله النصر والاستقلال الله في أرواحكم الاستقلال إن شاء الله
اجمع يا الخوة. إن شاء الله ربي يطول الأعمار ونشوف الجزائر مستقلة مع بعضنا، وخليكم رجالة كما عرفتكم. ربي يوفق. هيا بسرعة. سي مصطفى ما تنساوناش. الله في روحك. تحية الجزائر. تحية الجزائر. تحية الجزائر. ربي معنا.
رابد منا. Thank you.